تحطيني كده في المشهد، يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. صلى الله عليه وسلم. هو يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كلها مباركة وكلها عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يومه يتسع لما لا يمكن أن يتسع له يوم أحدنا. وكان مسؤولا أو محملا بعبء الدين في الأرض. يعني يشغله ما لا يشغله، ولذلك جعل الله عز وجل له خصائص ليست لنا. صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ونحن لا نستطيع أن نواصل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما لا نستطيع أن نقوم، ويقرأ من القرآن ما لا نستطيع أن نقرأ. يعني مثلا حديث ابن مسعود لما دخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال فدخلت وراءه فاستفتح سورة البقرة حتى أتمها فقلت يركع، فاستفتح آل عمران النساء حتى أتمها، فقلت يركع فاستفتح آل عمران حتى أتمها ثم ركع، فأخذ البقرة والنساء وآل عمران فركع. مين بقى حضرتك اللي يقدر يعمل كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له طاقة جسدية وروحية بحكم الرسالة لا نقاس عليها، فكانت حياته كلها طاعة وعبادة، ويومه كله ذكر وانشغال بهم الدين وأمر الدين. ومن ثم يعني نحن نقبس من يعني نظام النبي صلى الله عليه وسلم القليل الذي نستطيع أن نقوم به، امتثالا لقول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب يا حياة الصالحين، أنا عايز أقول إن هو باختصار شديد شهر رمضان ده شهر المسلم عنده فيه واجبات أساسية، عنده فيه أهداف كبيرة لابد أن يسعى إليها. رقم واحد، عنده ذنوب كتيرة جدا طول السنة يريد أن يتخلص منها، تمام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنا أول هدف عايز أوصله أن الذنوب السالفة اللي متراكمة فوق دماغي اللي لو رحت قابلت ربنا بيها عندي مشكلة كبيرة جدا أخشى على نفسي منها، عندي فرصة عظيمة جدا في شهر رمضان أن أتخلص منها. فلو صمت صيام حقيقي إيمانا واحتسابا تصديقا بوعد الله ورجاء لأجره والتزاما بحدوده، فده أول حاجة هيضع عني هذه الذنوب وهذه الأوزار، تمام؟ تاني حاجة، أنا عايز أحدث في رمضان توبة وعهد مع الله سبحانه وتعالى أن أنا بعد رمضان يا رب هبقى أفضل بكتير مما كنت قبل رمضان، فالذنوب الفلانية 1 2 3 اللي أنا بعملها وأنا أدرى الناس بها سوف أكف عنها وأقلع عنها في رمضان، ليس لأن رمضان موسم للإقلاع عن الذنوب إنما رمضان محطة للتزود بالتقوى، تمام؟ فأولد فيه ميلادا جديدا وأتخلص من هذه الذنوب وأبدأ بعدها صفحة جديدة خالية من هذه الذنوب التي كنت مداوما عليها أو أرى يعني كأني اتولدت في رمضان، كأني اتولدت من جديد. ثلاثة، عندي واجب عظيم جدا 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 اسمه واجب بناء طاعات جديدة في حياتي. يعني طول السنة قبل رمضان أنا كنت مقصر في واجب القرآن الكريم، في حق القرآن الكريم، قرايتي قليلة ومدارستي أقل ومحاولة امتثالي والتزامي بآيات الله قليلة، فلا لابد من ابتداء من رمضان أن يكون لي مع القرآن الكريم شأن آخر، تمام؟ أتزود في رمضان، تتوثق علاقتي بالقرآن في رمضان لا لتنفصم بعد رمضان وإنما لتستمر بعد رمضان، تمام؟ فرمضان محط التزود ليس فقط بالطاعات والأجور والحسنات والتخلص من السيئات، وإنما للتحمل كمان بقيم للحياة، بمنهج للحياة، بنظام للحياة أستمر به بعد رمضان. وبعدين في كمان في رمضان حاجة اسمها ليلة القدر، تمام؟ الله عز وجل نزل لها صورة خاصة بها، صورة من القرآن الكريم اسمها صورة القدر، هنجيلها. فلابد برضو ان انا يبقى في برنامج رمضان ان انا مستعد لليلة القدر من اول ليلة وشغال عليها من اول ليلة، ولا يعني اتركها للمصادفة. يعني طيب شيخ بعض الناس يقولوا 10 مرق و10 مش عارف ايه تعرفش حكاية دي؟ لا 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 10 ايه حلح 10 مرق و10 يعني 10 ايام الاولى اكل، العشرة الاخيره حلق اللي هو ده حديث رواه مشلول ده لا الناس تقول كده بشكل عام ان هم مقسمينها 10 ايام و10 ايام يعني 3 عشرات ايام. يعني السؤال بقى ده تلاقي حاجه في واجب احد مش عندك؟ لا سعيد انا من سعيد امال ايه يعني والله العظيم دي يا راجل ما تعرفش الكلام ده؟ لا مش عارف والله يعني. والله كان الناس مقسمينها. هل يستطيع المسلم تقسيم رمضان اذا جاء ذكر بقى يعني ليله القدر؟ يعني هل ممكن يتحط البرنامج كده 10 ايام في 10 ايام بالعشر الاواخر بتوع رمضان دول؟ هو الدكتور حاتم كان شغال كويس قطعنا عليه، كان لا انا عايز استفيد من حضرتك بيكمل البرنامج سلم انقطع يعني الله يحفظكم. يعني لابد ان المسلم يكون له برنامج مرتب، لان من مزيات رمضان انه يعلم المسلم النظام
والمحافظة على ما حدده لنفسه، ويخرجه من إلف العادة والرتابة التي كان عليها إلى نظام آخر. هي دي من يعني من حقائق رمضان المهمة فعلا. أنت متعود تقوم الصبح تفطر مش عارف تعمل كذا، لا كل هذا المألوفات بتتغير، بتتصحر الساعة 3 أو الساعة 4، هيبقى 4 ده الفجر بقى. لا ده هنا 3 اللي هوتيل بدري بقى. فده انا لما اجي اقول لك تعالى نتعشى الساعه 3 تقول لي اتعشى حد بياكل في الوقت ده؟ ايوه خلاص السحور. فاذا الامور كلها المألوفات كلها بتبدا تتركب من جديد، بتتغير من جديد. وكل هذا المقصود منه ان المسلم لا تستعبده العاده، المقصود منه انه لا يستعبده شيء. يعني اكل ما جاش شاي الدنيا تتهد ابدا، لازم أكل الأكل بالطريقة الفلانية، لا يا أخي كل ما حضر. نعم. واخد بال حضرتك؟ فلذلك المسلم ينبغي ألا تستعبده، ألا تستعبده العادة والإلف، يخرج من هذا ويتحرر منه. فهذا هو الحر، أن يتحرر من الإلف والعادة حتى يعني يكون فوقها. يعمل لنفسه برنامج ويحاول يحافظ عليه. الصلوات الخمس في المسجد هذا لم يعني أقل شيء، أقل شيء. المحافظة على قيام الليل، المحافظة زي ما النبي قال أن يحافظ على حدود رمضان. حدود رمضان إيش هي؟ أنه لا يجرحه بالمعاصي، ويلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى في الصوم حتى تتحقق له التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. ويحافظ أيضا على المحرمات، يتركها، يحافظ على ترك المحرمات حتى لا يخدش صومه، فيأتي يوم القيامة مسكين مفلسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من جاء من لا متاع لنا ولا، قال لا المفلس من جاء يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، ولكن شتم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت ولم يقضي ما عليه طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار.